اروح للاستاذه اميره واقول لك، بما انك ممثله لشباب جيل مختلف وتنسيقيه الاحزاب وفي البرلمان، هل تعتقدي من اليسير الاشياء الصادمه التي طرحت، زي هل يمكن ان نتقبل فكره مواد دينيه يهوديه، كلام عن اليهوديه والمسيحيه في المقررات، اللغه القبطيه والثقافه القبطيه ان تكون في المقررات، فكره الغاء خانه الديانه في البطاقه الشخصيه، القضايا اللي هتثير مشاكل في وجدان الناس وهيبقى محتاجين قدر كبير من الشغل عليها. طيب، هو يعني انا واثقه جدا جدا انه الجيل القادم عنده فكر مختلف وعنده فكر مغاير للجيل اللي قبله، والدلاله على هذا الحقيقه مثلا كنموذج في الحياه السياسيه هو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. انا لم اكن اتصور ابدا اني هقعد في يوم من الايام على طاوله بها احزاب يمين، من انا انتمي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يسار وسط، واننا احنا الاثنين اقصى اليمين واقصى اليسار يقدر يشتغل على مشروع مشترك ويقدر يطلع منتج حقيقي. فده حصل بواقع ملموس وحصل ويعني إنجازاته، سواء على المستوى التشريعي بوجودنا جوه البرلمان أو على المستوى التنفيذي بوجود زمايلنا كنواب محافظين وعاملين شغل مهم جدا في الملفات اللي ماسكينها، بيديني بارقة أمل حقيقية أنه ده أنا مش استراتيجية على الورق بقى، ده كلام تحقق على الأرض. فبنفس النسق، لأنه حتى اللي يتابع النهاردة اهتمامات الشباب والنقاشات وغيرها، في مساحة أوسع شوية خلفتها يعني التغيرات السياسية الضخمة جدا اللي حصلت الفترة اللي فاتت، إنه يعني نحاول نوسع لبعض ده في إطار قبول الآخر. يعني أنا بتكلم في المنطقة الآخر دي شوية، لأنه إن لم نسع الآخر هيبقى النتائج المترتبة على ده سيئة جدا الحقيقة وفي كل الخطوط. لكن التحدي الكبير والتحدي اللي هيبقى مستمر هو ان عندك مثلا نسب أمية ضخمة جدا، مهما انا عملت وما قدرتش اغير الواقع ده بارقام ملموسة، في مشكلة زي ما كنا بنحكي، في تشريعات بس وقعها على الارض عامل ازاي. مش بس الشباب يا استاذ خيري اللي عندهم هذه، لا انا بسالك، انا مش بسال على رد فعل الشباب، انا بسال دوركم توقعاتكم ان ده ممكن يحصل قريب، ان احنا نقدر نغير ثقافة مجتمع عاش سنوات. هو احنا كده هنحتاج نعرف ايه هو القريب، بس يعني انا شايفه انه لو نص هذه الاستراتيجيه نفذت في 5 سنين ده هيبقى تقدم عظيم جدا. واحنا على فكره متوقعين حكايه قريب دي، قريب في ظل تمكين الشباب، يعني احنا شايفين ان في عمليه من عمليات التمكين بتحصل دلوقتي والاستعانه بالقدرات الشابه. هقول لحضرتك ليه بتكلم على ده، يمكن اللي انا بصيت عليه في النتائج المستهدفه الجزء التشريعي منه ده يتعمل في سنين، لانه احنا علشان عندنا الدوره التشريعيه علشان اصلا يدخل مشروع قانون وبعدين يناقش في اللجنه التشريعيه وبعدين تتم المداولات والنقاشات بتاعته اللي بتاخد أشهر طويلة جدا، وبعدين ينزل في الجلسة العامة وتدور النقاشات في الجلسة العامة، ولو في تعديلات وقبل كده بتبقى بتسبقه مرحلة حوارات مجتمعية واسعة جدا. فده بياخد وقت حقيقي، يعني احنا علشان نتكلم على تغيير وتغيير على الأرض، عملية التغيير عملية معقدة وعملية إن لم يشترك فيها الجميع بدون إقصاء دايما بتبقى نتائجها قاصرة، وبنبقى محتاجين لتدخلات تاني وبنبقى بنخترع العجلة. فعلشان ما نخترعش العجلة احنا محتاجين كثير جدا من التشاركية. جيل الشباب عنده هذه المساحة ان احنا بنعرف، او يعني في دلوقتي مساحة اوسع اننا نساع بعض باختلاف ايديولوجياتنا وتوجهاتنا السياسية وحتى توجهاتنا الثقافية. يعني في مساحة احنا انا حاسة بده قوي، على الاقل الطبقة او النخبة السياسية الموجودة النهاردة في سن الشباب عندها هذه المساحة من التقبل. وحاجة تانية مهمة جدا ان احنا عايزين نعمل بقى، يعني لانه الحقيقة عقد كامل من عمرنا عدى في مساحة الأحلام والمحاولات والفشل والتجارب المريرة اللي عشناها العشر سنين اللي فاتت، فاحنا عندنا رغبة حقيقية بقى أننا يعني نطلع لمسافة متقدمة شوية ونحيل كل هذه الأحلام أو بعضها إلى واقع حقيقي، كل من موقعه، اللي تشريعي تشريعي واللي تنفيذي تنفيذي. فأنا عندي تفاؤل، وأنا بقول أهو يعني أنا ببص يعني، بس لو مسكنا المستهدفات التشريعية وتعامل في ال5 سنين الجايين بانتهاء الدورة البرلمانية دي نص اللي موجود، ده هيبقى منجز ضخم. انت قلتي ان كلنا عندنا الرغبه تماما في تحقيق الاشياء التي طرحت، والرغبه ومعاها الاراده ممكن يحققوا المستحيل. طيب